السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نقدم لكم سباجيتي بصلصة حمراء ولحم الخروف. أتمنى أنها تنال إعجابكم. تحضر كوجبة للعشاء أو للغداء. عندنا نحتاج مكونات: بصل مفروم ناعم مع ثوم، زيت 3 ملاعق، كمية من بهارات المرق الأحمر، وطماطم مصبرة. كما راكم تلاحظوا انا درت المكونات اللي ذكرتها مع كميه اللحم مع القليل من الحمص اللي كنت شمخته من قبل، يعني قريب راهو طايب لاني غليته في الماء وحده، ما درتلوش الملح غير الماء برك، قريب طاب. درته مع اللحم، راح نقليهم كامل هنايا على نار هادئه. قلي اللحم مليح حتى يطلق هذاك الدهون تاعو اللي راح يدير لي البنه في المرق بهذا الشكل. نقليه مليح. كما راكم تشوفوا اللحم تاعي يعني قليته. نواصل العملية. الآن راني نمرق بالماء، ماء عادي نمرق به حتى يتغطى كامل اللحم، ونغطيه ونخليه حتى يطيب لي اللحم تاعي. في هذه الأثناء نخلط كمية الطماطم، ملعقة كاملة طماطم نخلطها في ماء، نذوبها ونزيدها لهذاك المرق، ونخلي اللحم يطيب على نار متوسطة. هكذا بهذا الشكل. وبعد ما نلاحظ انه اللحم انفصل عن العظم، يعني اللحم قريب يطيب لي، نجيب سباجيتي تاعي نقسمها على زوج. كل واحد والرغبه تاعو، تقدروا ديروها طويله عادي، يعني انا قسمتها هكذا على زوج، وراح نرميها في هذاك لاصوص اللي طاب لي ونخليها حتى تطيب. لما تطيب وتشرب المرق تاعها يبقى فيها شوية على صوص، راح نضيف لها في هذيك الأثناء نصف ملعقة طماطم المصبرة. لازم نحرك سباجيتي تاعي في لاصوص باش ما تلصقليش، لازم نحركها مليح ونتاكد باللي اجزائها كامل راهي منفصله عن بعضها باش ما تجينيش لاصقه. هنا كما راكم تلاحظوا راني ضفت نصف ملعقه طماطم مصبره. علاش؟ لانه هذه الطماطم راح تخلي لي المرق تاعي خاثر وثقيل وتجيني بنينه. راح نخليها مده 5 دقائق، يعني 5 دقائق المتبقيه ثم نضيف نصف ملعقه طماطم. نحركها مليح باش نتاكد انها ذابت تماما في السباغيتي. هنا ضفت نصف ملعقه زبده او مارغرين او سمن، تقدروا تضيفوا كما حبيتوا. ونخلطها، نحركها مليح، نقلبها هكذا.
الآن راح نضيف كمية من النعناع، نعناع جديد أخضر قطعته رقيق ورميته فوقها باش تتنكه لي لاباط تاعي وسباغيتي تاعي، تجيني فيها رائحة زكية وطعم طعمها لذيذ. تحصلوا على طبق هذا تاع سباغيتي، نتمنى انه ينال اعجابكم ورضاكم، ودائما نقدم لكم الوجبات السهله والبسيطه اللي يقدر اي او تقدر اي سيده انها تنجزها بسهوله وبمكونات بسيطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.